الرحمن الرحيم. معالي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، بداية أود أن أشكر معاليكم لاستضافة هذا الاجتماع. كما يعلم معاليكم عقدت بشكل استثنائي في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023 القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، وصدر عنها موقف موحد باسم دولنا لإيقاف هذه الحرب الشنيعة على غزة. بالتزامن مع اجتماعنا هذا تتصاعد الانتهاكات الإنسانية والجرائم البشعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويستمر الحصار وعمليات التهجير القسري للمدنيين في غزة. سقط الآلاف من الأبرياء، وبلغ عدد النازحين أكثر من 1.5 مليون شخص، وباتت المستشفيات غير آمنة وغير مهيئة. لا يمكن تبرير هذه المأساة الإنسانية بحجة الدفاع عن النفس، فلا غاية تدرك وراء هذه الحرب التي لا تخلف سوى المزيد من المعاناة والدمار. معاليكم، رسالتنا اليوم واضحة، يجب إيقاف الحرب فوراً وتثبيت حالة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإطلاق الأسرة والرهائن وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة تحظى بدعم مرجعات الشرعية الدولية. ما شهدناه من انتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل أثار سخط العالم الإسلامي والعربي والمشاعر الإنسانية الخالصة. نطمح بالتعاون مع روسيا وكافة الشركاء لتعزيز التجاوب الدولي مع الأولويات المرحلة والخطوات العملية التي يجب أن يتخذها المجتمع الدولي ومؤسساته لإيقاف الانتهاكات العسكرية وحقن دماء الأبرياء وتفعيل خطوات جادة لإحلال السلام المستدام. إن استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي يضعف شرعية النظام الدولي ومصداقية المدافعين عنه وقدرته في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي مستقبلاً، كما يغذي بواعث التطرف والعنف. إن كنا نريد إجراءات عملية فعالة ومؤثرة تفتح المجال لمسار السلام والاستقرار، فمن الضروري أن نعمل جاهدين بشكل جماعي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه العنجهية والانتهاكات المستمرة. طبعاً لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار وكافة أشكال العنف ضد المدنيين والمناطق المدنية، لكن من المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي الحرب ألا يقتصر ذلك على غزة فقط، فلا توجد طروحات مقبولة خارج سياق الدفع بحل شامل على أساس حل الدولتين والعمل على دعم السلطة الفلسطينية باعتبار الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في كامل أراضيه ولتشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. في الختام، يجب أن تكون أولويتنا حماية المدنيين ورفع ومنع تفاقم هذه الكارثة.